شركة سكر النيل الأبيض، المشروع الوطني الرائد لتحقيق أهم التحولات الكبيرة المؤثرة في حياة المجتمع السوداني بمختلف مكوناته، وذلك على خلفية من سمات الشخصية والعقلية السودانية المتجذرة في مواريث الحكمة والفكر التي مكنت السودان من إنجاز أحد الركائز الأساسية للسكر والطاقة في أفريقيا. ولا يزال السودان يحث الخطى المسددة نحو الموقع المرتجى، وطناً قائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بقيام مصنع سكر النيل الأبيض حدث تغيير جوهري انعكس إيجاباً على مواطن المنطقة من نواحٍ عديدة، فازدهرت المنطقة اقتصادياً وعمرانياً، وأنشئت المستشفيات والمدارس وشقت الطرق وشيدت القرى النموذجية وتم ربطها بشبكات المياه والكهرباء، ما أدى إلى رفاهية الإنسان واستقراره بالمنطقة. تجلت عبقرية القائمين على هذا الشأن منذ الترتيبات والتجهيزات الابتدائية التي صاحبت كل مراحل دراسة الجدوى، وما قام به فريق العمل حينها من مسوحات ودراسات لموقع المصنع وسبر تأريخ مستويات الفيضانات والانحسارات فيه، والقيام بالعديد من الاختبارات على التربة للتأكد من ملائمتها لزراعة السكر، ما برهن على مدى الجهد والصبر الذي بذل والقيمة العلمية التي فاضت بها أذهان هؤلاء العلماء. وما يزيد فخراً وتشريفاً أن هذا الصرح قد تم بتدبير وتخطيط وتنفيذ وإشراف سوداني خالص. تتمحور أنشطة شركة سكر النيل الأبيض ومشاريعها حول إنتاج وتصنيع السكر الأبيض ومنتجات الغذاء الحيواني وإنتاج وقود الإيثانول والطاقة الكهربائية وزراعة المحاصيل النقدية. يعد مصنع سكر النيل الأبيض من أكبر المصانع في العالم، وهو المشروع الاستثنائي في القارة الأفريقية، فقد توفرت له الكثير من المميزات التفضيلية والظروف المناخية والأراضي الخصبة المنبسطة، كما توفرت مياه الري وأيضاً العمالة المدربة المؤهلة والخبرة التراكمية الواسعة في مجال صناعة السكر والصناعات الإضافية التي يمكن تأسيسها على مخلفات القصب، مما يعتبر قيمة مضافة للصناعة واستثماراً آمناً توفرت له كل مقومات النجاح ويبشر بمستقبل واعد. يقع مشروع سكر النيل الأبيض في وسط السودان بولاية النيل الأبيض على الضفة الشرقية للنيل الأبيض على بعد 150 كيلومتراً جنوب الخرطوم. يمتد بطول 50 كيلومتر وبعرض 20 كيلومتر، ويحده من جهة الشرق مشروع الجزيرة والمناقل، ومن جهة الغرب طريق المرور السريع جبل أولياء ربك، ومن جهة الجنوب مدينة الكوة، ومن جهة الشمال مشروع المزارعين. والمساحة الكلية للمشروع تقدر بحوالي 165 ألف فدان. يتميز المشروع بقربه من النيل الأبيض المصدر الرئيس لمياه الري، فطبيعة تضاريس المنطقة تقلل من تكلفة عمليات الري، بالإضافة لملائمة طقس المنطقة والتربة الطينية لزراعة قصب السكر، كما تتوفر عدد من المصارف الطبيعية لتصريف مياه الأمطار. وقد كان توفر هذه المميزات الطبيعية بالمنطقة عاملاً أساسياً لنجاح المشروع.
تتمثل أهداف شركة سكر النيل الأبيض في إنتاج 450 ألف طن سكر، مع إمكانية زيادتها إلى 500 ألف طن من السكر الأبيض عالي الجودة، وذلك للاستهلاك المحلي والعالمي، إضافة إلى إنتاج المحاصيل النقدية، وتشمل السمسم وزهرة الشمس والذرة الشامية الصفراء وغيرها، وتوفير فرص عمل إضافية في كافة المهن لمواطني منطقة المشروع، وكذلك تنمية منطقة المشروع زراعياً واقتصادياً واجتماعياً، وأيضاً تحقيق حراك تجاري وتنشيط دورة الاقتصاد الكلي في المنطقة، وبالتالي تحقيق عائد اقتصادي للمساهمين حتى يكون المشروع نموذجاً وحافزاً لاستقطاب المزيد من مساهمات القطاع الخاص والأجنبي للدخول في مشاريع تنموية مماثلة، مما يؤدي إلى دعم موقف السودان في مجال صناعة السكر لكي يحتل موقعاً متقدماً في الأسواق العالمية، وذلك وفقاً لاستراتيجية خطة السكر الكبرى، بالإضافة لتحقيق عائد للخزينة العامة متمثلاً في العملات الأجنبية بفضل عائد الصادر من السكر والعلف الحيواني والمحاصيل النقدية والإيثانول على وجه الخصوص. وتمثل المرحلة الثانية كلاً من مصنع الإيثانول ومصنع العلف الحيواني المكونات الأساسية لسكر النيل الأبيض. وعلى المستوى المحلي لولاية النيل الأبيض، تعتبر منطقة المشروع من أقل المناطق دخلاً في السودان، وأغلب أهل المنطقة يمتهنون الرعي والزراعة المطرية المحدودة، لأن المنطقة تقع داخل حزام السافانا التي تتسم بطول فترات الجفاف حيث تمتد إلى أشهر عديدة، وكذلك تعاني المراعي من نفس المشكلة، مما أدى إلى تقلص أعداد المواشي كثيراً حتى اشتهرت باسم المنطقة العطشانة. لذلك كان المشروع بمثابة إشراقة أمل لكل أهالي المنطقة. وعلى الصعيد القومي، فقد أسهم المشروع في إنعاش وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بسد الفجوة في سلعة السكر وضخ عملات حرة للخزينة العامة. يمثل رأس المال الاستثماري 1.1 بليون دولار أمريكي، منها حوالي 30% عبارة عن مساهمات من شركات ومؤسسات محلية وعالمية، و70% عبارة عن تمويل من مؤسسات متخصصة في دائرة الأعمال والتجارة. يتكون مساهمو المشروع من كبرى المؤسسات والمصارف بالبلاد، وهم نحن في شركة سكر النيل الأبيض نلتزم بأعلى معايير الإنتاج والحرص التام لحماية البيئة والعناية بها للأجيال القادمة. سنكون مثالاً في إجراءات الأمان ورضا العملاء من خلال موظفينا وعمالنا ذوي الكفاءة الممتازة، وسوف نتمكن بعون الله من تحقيق تطوير مستدام وناجح يؤثر إيجاباً في حياة أفراد المجتمع السوداني.